جديدة على قناة اليوتيوب. حاليا أنا بمطار الملك علياء الدولي، مسافر على دبي إن شاء الله. في عنا استعراض. شكرا أخوي المقاطع. برد عليكم يا زمي. الله يا زمي، الله يا زمي، أصور تمام. شكرا. المهم مسافر ان شاء الله على دبي، في عنا استعراض انا والبطل احمد دحام تاندم دريفت بنو فلتر دي اكس بي بدبي، فان شاء الله خليكم معنا. وهسه بروح الطياره عشان كنت عم بصور واحكي معكم، بس خلنا ناخذ كاستي. السلام عليكم يا رب. عشان مرتب طيارتك كانت المفروض على 9:30، صارت على 10:30. هاينا ماشيين، صرنا ساعة قاعد ادرف بالمطار نلفلف نشوف في شغلات حلوة. هاي وصلت محل طيارتي، بس بحكي لنا احنا كلياتنا على بعض 20 واحد، فهسه حيطلعونا زي كنا طالعين على باص، وبس اذا خلص اذا اكتمل العدد حيسافرونا. بس والله هاي الطيارة، هاي الطيارة هسه بدور على الكرسي تبعي. السلام عليكم. هاي الطيارة وان شاء الله ما تريحنا الى دبي، ان شاء الله تكون رحله جميله. اعطونا اكل وفشوار إذا انخزقت مخي. بطلت أكلم يا إخوان من وراها، بسم الله خشت على مخي. هاي شنطة الثانية مش عارف وينها. نجيب عرباي هاي شنطة الثانية وقف ولي. السيارة استقرناها يا اخوان، وصلنا الفندق. شكلهم مسكرين والله، الساعة 5 الفجر عندنا نام يا اخوان. مشان الله عم فوت الفندق. كيف والله الاحمر يا اخوان؟ صحيح نسيت اسألكم. بسم الله. صباح الخير والله يا اخوان. اول ما وصلت ما صدقت انام، كانت الساعة 6. هسه ان شاء الله طالع بدي اروح اجيب شغل من دبي مول، واروح على كراج ان ام كي برفورمانس افرجيكم الاجواء بدبي. هاي الكراج، هاي الليكزس تاعت احمد. معكم عبد الله الجعفري. العافية. اهلا وسهلا. هلا بالغالي. والله حبيب القلب. مع السلامة. ملك السيارات في دبي. حبيب الله يسلمك. هاي بطل احمد دحام. عم قاعدين نسوي تراك تبع بكرة. ايش بنقعد؟ نعمل ريهرسل. مطرتين مي وهي سيارته وهي سيارة احمد. كيف السيارات؟ خلصنا الامور وخلنا العدة هي بالسيارة هاي، حضرنا فيها كل شيء. ان شاء الله بكرة رح نطلع على الحلبة، السيارات هناك، نصور لكم كل شيء اول باول، خليكم معنا. هي الايثانول والجك والعدة كلها. هيك جاهزين لبكره. وصلنا الفندق انا وصبري، بدنا ننام وبكره الصبح ان شاء الله نطلع على الحلبه. هي مش حلبه، هو مكان هيك يعني ارض فاضيه وحنكون فيها الشو. وهي صحينا الصبح هلا مثل هذا الحلبه ان شاء الله. افرجيكم السيارات والاجواء اللي شي مرت. حط السياره بالشنطه. حط السياره بالشنطه. يلا منتلي. صفي هون. يا مرحبا. هي السلفي تاعت احمد. يا هارون. العافيه. كيف شي مرتب، نفس البحر ميت بالضبط. صباح الخير احمد، يعطيك العافيه. والله بوث نور على الورد. العافيه مميز. صبري انا مميز.
حيكون في ايفنت صغير للسيارات، بس احنا عايزين بس استعراض. جنبه كار شو اشي مرتب اخوان، سوبرا، سكاي لاين، كل اشي موجود. هاي الجنة ما شاء الله، ما حلون الكل فار ما شاء الله. سكاي لاين يا مرحبا، يهو سوبرا، هلا 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 بالليجز زعطه لزقس الجمجمه هاي عبرتي، هلا 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 بالجولف الار ما شاء الله. نشغل السيارات ونطلع نعمل كمان شورا بعدين خلص نكفي.
خلصنا اليوم. الحمد لله كان يوم جميل كثير صراحه، احلى تجربه بحياتي. شغله التاندم دريفت اخوان عالم، والدريفت اللي احنا نعمله عالم، كثير شيء ممتع وكثير شيء حلو. ان شاء الله اني اصير اشارك في بطولات تاندم دريفت، وبكره في لنا كمان شو لسه، بس هلا بدنا ناخذ السيارات ونصور بهاي الحلبه. بس حين الصبح خلصت صور اهل بيتي كيفي. سلام عليك، يعطيك العافيه حبيبي. الله يعافيك. بس بدنا نروح على الحلبه ان شاء الله نكمل الشو ونصور لكم كل شيء. بس يا اخوان شايفين، عشان امشي لازم اكبس على هاي، لما اكبس عليها لازم اضل استنى لحد ما تصير ايش اشارتي خضراء. طبعا انا بالاردن اول ما تفضى بقطع. يلا ينزل. هاي شايفين الاشاره بس تصير خضراء، هاي تصير حمراء وبقطع على السريع. زين يلا ينزل. ها ها ها، عم تصير خضراء واظن مارق. ايش مرتب شوارع دبي والله يا اخوان، ايش مرتب على الكلام. هاي وصلنا انا واحمد دحام الايفنت، عادي هيك جي تي ار وراي يا اخوان عادي، فاهمين؟ قلب الصغير اقسم بالله يا اخوان مش قادر استحمل، ما شاء الله. نروح على الايفنت نتشحت. اصلا انا تشحيت احلى. يا دمعه لا تطيحي. هاي وصلنا الحلبة انا واحمد، عم نجهز السيارات، نشغلهم شيك امورهم، كنترول امورهم تمام. وهي رون قاعد بشغل السلفيا، باقي شحنها. شوف الكاوشوك يا اخوان، طلع. كل هذا كاوشوك. طلع طلع. هاي ادي دوري انا واحمد، هاي احمد شغل زيارته. الكوشوك اللي استخدمناه يعني. خلصنا اليوم، خلصت طلع السيارة. كفاها الله. هيك خلصنا الايفنت على خير الحمد لله. انا هون اول كيس خفيفة. هاي سيارة احمد، بس مديها مع الكراج. وراي مشوار ساعة بالطريق. هاي في عندهم ماك، يلا كويس. حبيت عشان اكل بماك، بس هسه لابس كمامة لانه اذا بشرح الكمامة بدفع 600 درهم تقريبا، فمش محجزات اني هسه اتخانق، فبناكل من الكمامة كمان. Thank you.
راح يكون انا من عشاق الاشي اسمه جيت سكي، بس مش مساوي لا شعري ولا مظبط حالي، انا رايح هيك في البحر. سنفرجيك من الاجواء. نرجع على الأردن. في فكرة حلوة بالمطار عاملينها، إنه أنا عملت تشيك إن لحالي وهلا بحط شنطتي لحالي وكل شيء. يا اخوان اخذت الورقه، يعني اسمع ما فيش داعي لهذول انه نقعد نحكي مع الناس ويحطوا الشنطتي، انت بتعمل كل شيء لحالك، بضلك داخل.